ضيقه لمرمى الحارس هان جورج بوت. انفراد جديد، انفراد نارسينج يدخل التاريخ. نارسينج يدخل، الله، ده دخل التاريخ بستايل، دخل التاريخ مش اي دخله، مش اي دخول للتاريخ، ده نارسينج يدخل التاريخ باسلوب رائع وبهدف رائع بمنتهى الهدوء وبمنتهى، لا يوجد تسلل، اخطاء كثيره في كشف التسلل للدفاع الالماني في هذه المباراه. نارسينج يا ولد، شوف شوف لحظه خروج بات، لم يرتبك، لم يتلعثم كما تلعثم هونتلار في الانفراد الاول. نارسينج تشيب رائع بمهاره عاليه بثقه وهدوء غير عادي، يضع الكرة من فوق حارس المرمى. لحظة خروج هان جورج بوت ويتقدم لهولندا 2-1 في الدقيقة 20. ده الإشارة كانت إيه؟ طب يا ريتني طلبت الأهداف من الأول من بداية.